الظاهر إنها قديمة. إيه؟ هذا الخاتم نفسه. بس ليش حاططه بإصبعته؟ معناتها هي تشاندي. لحظة بس، هالصورة مقصوصة من ثلاث جوانب، بس من الرابع لا. هذا بيعني إنه اللي لابسة الخاتم هي تشاندي، ويلي واقفة جنبها هي ديفيكا. ديفيكا أخت تشاندي التوأم. معناتها ديفيكا عم تخطط لشي؟ أكيد رح يكون خطير ومو منيح أبدا. لازم نفرجي هالصور لنهار فورا، لأنه لازم نعرف حقيقة هالمرة اليوم. إيه سالوني، لازم نحكي لنهار. يلا تعالي معنا. لا يا أختي، ديفيكا مرة خبيثة كتير، نحنا ما لازم نستهين بهيك مرة أبدا. أكيد رح تطالعنا كذابين قدامه، وبيجوز تألف قصة بعمرها ما صارت، وبيجوز تقول إنه هاي الصورة مزيفة مطبقة التطبيق. الدليل اللي معنا ماله قوي يا أختي، بالنسبة لأننا ضروري نعرف شو هدفها. ليش فاتت على حياة نهار هيك وعلى بيتنا؟ وليش الختم الملكي معها؟ في كتير أسئلة يا بهابو. بهابو، الختم هاد ضاع من سنين طويلة مو هيك؟ حتى وقت اللي ضاع أنا كنت صغيرة كتير. معناتها في شخص كبير بيعرف بهالموضوع ومتورط كمان مع ديفيكا. هالشخص هاد حافظ بيتنا بصم وبيعرف كل الأسرار يلي فيه. ايه بهابو، كنت رح أقلك هالشي كمان. اختي، انتو التنتين لازم تعرفوا بمين عم تتصل ديفيكا من موبايلها بأي طريقة. لازم تحاولوا تعرفوا هالشي. اكيد هي رح تبقى على اتصال مع هالشخص اللي رح يحاول يساعدها. صحيح، سهل كتير نعرف هالشي. وانتي شوبرا، لازم تجيبي لنا المعلومات اللي على تليفون أرونا وهاري سينغ. ماشي اختي، تكرم عينك. ماشي. قليلي خير، شو بدك؟ بدي الختم الملكي نيل. قديش بدك؟ اذا بدك بعطيك شيك فاضي وانت عبيه بالرقم اللي بدك اياه. هالعرض اللي قدمتي لي اياه ما بيتعوض يا عزيزتي، بس خليني خبرك، انا ماني درويش لهالدرجه، وطبعا ماني رجل اعمال غبي مثل محاضرتك مفكره. انا شايف انه انت مستعده تخسري كل المصاري اللي معك مقابل شيء بسيط كتير. معناتها قديش هذا الشيء غالي عندك؟ بدك يعني اخسر هيك مكسب حلو مشان شوية مصاري بس؟ بترجاكني لأنت ليش هيك ما عم تحاول تفهمني؟ تأكد إني ما رح خونك أصلاً، حياتي واقفة على نكشة.